ظاهرة التسول في محافظة الأنبار تفاقمت في السنوات الأخيرة لتزداد أعداد المتسولين بشكل كبير. الفقر والبطالة أهم أسباب انتشارها، والأنباريون يتحدثون عن هذه الظاهرة التي أصبحت دخيلة على المجتمع الأنباري. يقولون أن أغلب المتسولين جاءوا من خارج المحافظة التي لا تقتصر أعمارهم على جنس معين. ظاهرة التسول موجودة حيل قوية هنا بالرمادي، بالأخص بالأنبار، يعني إلى أقصى ما أتوقع. أغلبيتهم يجون يحكون قليل ما جدا أن نفهم عليهم. أكو اللي جينا من سوريا واللي يقول إن إحنا من غير منطقة، ومتأكدين أغلبيتهم مو من الرمادي، لا من الرمادي ولا يقربون من الرمادي. منين جايين؟ من اليوم كانوا يتبعون وراهم. ترى هاي ظاهرة يعني تقلل من قدر محافظتنا بين المحافظات. ويناشد أهالي الأنبار الحكومة المحلية والجهات المختصة بالحد من ظاهرة التسول التي باتت من المشاهد اليومية في الطرقات والتقاطعات، فضلا عن الأسواق والأماكن العامة. طلب الجهات المعنية، الجهات الحكومية، يعني أول شيء تراقب لنا شغلة ظاهرة التسول اللي أصبحت منتشرة بشكل واسع حاليا بالأنبار، حتى يعني أكثر مو من الأنبار ومو من الرمادي جاي يتسول عندك، من خارج المحافظة هو دخيل على المحافظة يجي يتسول، وصارت عبارة شغلة يعني التسول مو ظاهرة إنه واحد محتاج أو شيء، لا المحتاج يقول بالبيت هو يجي اليمه، بس لا هاي الظاهرة كأنما تجارة صارت، كل خمسة ستة يجون مرة واحدة يجوا. كل واحدة على محل، كل واحدة على بيت، كل واحدة على شيء، أخذوا مثلا فلوس وصارت يعني باليوم ما تجينا بكل ظاهرة تسوي باليوم 10 و 15 حالة و 20 حالة بمرة واحدة تجيك، مرة واحدة يطبوا للسوق، كأنهم صارت تجارة ياخذون الفلوس ويطلعون كلهم سوية. يعني احنا نطالب شلون نقول من الجهات الأمنية إنه يشوف هاي الظاهرة، يعني يحدون وياها، يعني شنو يعرفون منو المسؤول عنها، منو يعني تابع لهم. الظاهرة ليست وليدة هذه الأيام، لكنها تلقي الضوء على توزيع الثروات في بلد يملك مقدرات لا تجتمع في أي بلد آخر، لتصبح هذه الظاهرة مهنة لمن لا مهنة له. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.